يطرح علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية السمكة التي تعرف بسبديكتس فيوليشيس كمصدر مستقبلي دائم للحوم البيضاء، ويأخذ جسم هذه السمكة شكل ثعبان، أما وجهها فوجه قرد، ولديها جهاز هضمي مماثل لمعدة الإنسان، وهي من الأسماك النباتية التي تمثل نسبتها 5% فقط من بين 30,000 نوع من الأسماك، وتتغذى فقط على الطحالب في منطقة برك المد والجزر حيث تعيش. وتؤكد دراسة نشرت في دورية العلوم البيولوجية أن هذه السمكة قد تكون مصدر غذاء المستقبلي مع تناقص المصادر التقليدية للحوم. وهذا الاكتشاف يحمل وعدا بتطوير مصادر جديدة من البروتين للاستهلاك البشري عبر الاستزراع المائي، وهو بديل ممكن مع تغير المناخ الذي يجعل تربية المواشي أقل استدامة. وسمكة فيوليشيس تنمو إلى طول يصل إلى 3 أقدام ووزن 6 أرطال، ويمكن أن تعيش على الأرض مدة تصل إلى 37 ساعة متتالية، وذلك بفضل القدرة على التنفس فوق الماء وكذلك تحت الماء. وفي العقد الماضي أصبحت طعاما شهيا، حيث ظهرت على أطباق عدد من المطاعم الراقية، إذ يكذب طعمها اللذيذ مظهرها المرعب.